إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه فلا هادي إلا الله لا هادي إلا في الجنس تنفي ما بعدها تنصب اسمها وترفع خبرها اي انه لا يمكن ان تجد معنى واحدا من معاني الهدايه الا من عند الله لا هادي الا الله لا رازق الا الله لا محيي الا الله لا مميت الا الله مصيرك لا يتعلق بيد مخلوق بل هو بيد واحد احد هو الله فلما النبي عليه الصلاه والسلام كان يفتتح خطبته بتلك الكلمات معلما لا هادي الا انت واشهد ألا إله إلا الله كلمة أشهد من المشاهدة لذلك سمي الشهيد شهيدا على وزن فعيل صيغة من صيغ المبالغة في الاسم كما تقول إن الله سميع عليم قدير على وزن فعيل يعني لا يسمع أحد كما يسمع الله ولا يعلم أحد كما يعلم الله ولا يقدر أحد كما يقدر الله عندما تقول شهيد أي أنه رأى من آيات ربه الكبرى فشاهدها بيقين لذلك بذل روحه في سبيل الله مش مشاهدة وزن مفاعل لا أو شاهد وزن فاعل لا شهيد لأنه تيقن بمنزلته عند الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشهيد يغفر له بأول قطرة دم تنزل منه صليت على النبي سيد الشهداء محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله بدك تكون على قدر المسؤولية كن شاهد وعارف ومتيقن بعين رأسك وبعين بصيرتك أنه حقيقة ما في الوجود إلا الله في أمر أنا حيرني ثم استدركته فلم يحيرني صلوا على النبي لذلك مرات يمكن تقرأ السيرة النبوية الشريفة تتعجب لماذا لم يقبل بعض أساطير الكفر من أهل مكة بأن يشهدوا يعني كان يستطيع أبو لهب وأبو جهل وأمية مشكلة مع الإنسان من حضرة كما يشهد كثير من المسلمين لا يشهد أن لا إله إلا الله لا كان صريح مع نفسه ما يقبل يكذب على حاله والنبي يرجوه مع كل كلمة أضمن لكم بها الجنة وعزة الدارين في الدنيا والآخرة قال لو أرادوا ألف ألف كلمة سواها لقلناها أما هذه لا ليه صادقون مع أن يقول أحدهم أشهد ليصدق هذه الشهادة في حين أن مئات الملايين من العرب والمسلمين الآن يقولونها أطفال بالوراثة يعني إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون يعني إحنا تلقينا الإسلام بالوراثة لم نختره لم نتيقنه هذه الشهادة لم أنت
تروح على المحكمة حتى تشفى يجب أن تكون مشاركا في الحدث، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: عدلوا بالكلمة، قال: وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور. الراوي يقول: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أشفقنا عليه. هاي معنى الحجفة. ما حد أن يقولونها لأنهم صرحاء مع أنفسهم. ما بيكذب معها؟ لا. إما أن أكون مسلما مؤمنا بكل ما تحمل تلك الكلمة من معاني، وإلا فلا. أما خلط الأوراق يشوه الصورة كما شوهها المسلمون في هذا السنة. وأشهد وأقر وأعترف اعتراف المحب غير المغلق غير المكره غير المشبه غير التاجر غير الذي يرجو فقط الجنة. يعني لا والله والله يا الله لا نريد إلا حبك ورضاك، ولو كان دخول النار يرضيك فأهلا وسهلا. الأصل أن يرضى الله، نحن ملكه، يتصرف في ملكه كيفما يشاء، كما قال أبو يزيد مرة في شطحاته، قال: وعزتك وجلالك أحبك حبا، لو قسم على الثقلين لكفاهم، ولو أنك يوم القيامة حكمت علي بدخول النار لأخبرت أهل النار أني ما زلت أحبك. ترزوا كلام لو مجرد من الكلام تقوله لله الله ينظر اليك يسطره لك لا عليك بالكلام، لكن هذا الكلام يحتاج شهاده حقيقيه، مش كلام، مش يقول ان لا اله الا الله افعاله واقواله واخلاقه في وقت الله. هذا ليس كل المسلمين للأسف. أقر وأشهد وأعترف اعتراف المحب، اعتراف الهادي بأن أشرف وأنظف وألطف وأدنى وأرقى وأصفى نبي ورسول ومخلوق هو محمد رسول الله. نوح الحمام على الحصون شجان، نوح الحمام على الحصون شجان، فرأى العدول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. سبحانك سبحانك لا أعرف كيف تتعلق قلوب الخلق بسواك، كيف يهنأ صاحبها بالعيش ولذته، لا حب إلا حبك، وما ينبغي لهذا القلب إلا أن يتعلق بك وحدك سبحانك. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتعالوا نحلق في أجنحة الريش نسجت في ملكوت الله ندندن حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام حول ثلاثة ضروب من البشر حددها الحبيب في حديثه الشريف حذرها من أن نكون منهم. فلو لم تكن من هؤلاء الثلاثة كن ما شئت تفلح بإذن الله، لأن معرفة الشر دلالة على الخير،
شوف العباد بن ساريه رضي الله عنه في الحديث سيقول: كان الناس يسالون النبي عن الخير وكنت اساله عن الشر لابن مسلم. قل اخافك ان يدركني. شوف الذكي، صحابي جليل، شخصيه رائعه، فنان في السؤال. طبعا ليه؟ لان السؤال فن كما ان الاجابه فن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام شوف الحديث يقول: حسن المساله نصف العلم. شنو حسن المساله؟ لما عندك ادب في سؤالك نص العلم والنصف الاخر لا جواب عنه. في ناس لا بيعرف يسال ولا بيعرف يجاوب، بيعرفش يحكي كلمه طيبه. في ناس عندك انت تنتزع كلمه طيبه من بين ثناياه انتزاعا. كلمة طيبة كانت لا يعمل. لم يتعلم، لم يتربى على قول الخير ولو شر كلمة. مش مستعد. كلمة آسف ممكن تخرج بترجع سني يقول آسف لمن ناوره. مستحيل يقول لك أنا شاطر. يا سيدي لو مش بطل تقول آسف تتعلم. مستحيل أبدا. والعناد لون من ألوان إيش؟ من ألوان الكفر. لأن العناد في الأساس مع الكفر شقيقان، مكابرة والمعاندة، ليست من صفة المؤمن، بالعكس تماما. المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هين لين، يعني بين قوسين بيعها برأس مال. شوف في البيع والشراء قال المؤمن سهل إذا باع، سفح إذا اشترى، سفح إذا اقتضى. يعني من زايد من نار خلاص مشي الأمور. لأن الأمر في متداهم كأهل واحد فيه. الله. فلما تعرف الشر تتلاشى عندها تقع في الخير. وهذا منهج علمي رائع انتهجه النبي مع الصحابة والتابعون إلى آخره. أحمد بن حنبل الإمام المعروف حفظ ابنه 40,000 حديث نبوي. 40,000 حديث بالسند والمتن. فلما ختمهم الولد قال له الامام: كل الاحاديث التي حفظتها باطله، ما سواها صحيح. قال له: يا رسول الله في يدعون احفظ. قال: عندما تعرف الشر تعرف الخير. لذلك تعجب من الفهم المقلوب عند معظم المسلمين للاسف، وهذا امر يؤلمني انا. عندما يعتقدون بان الدين هو تحريم 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 كل حرام، في حين ان الحرام في الاسلام لا يتعدى يا جماعه نص بالمية من الايات، 180 ايه التشريع فقط. ثلث حرام، ثلث فيه تحريم. يعني القرآن الكريم 6,663 آية، تجد فقط 200 آية تشريع، فقط تشريع، وثلث تلك الآيات هي تبحث في الحرام. الله أكبر. لكن في حين أن معظم المسلمين حرام حرام، حتى بالتالي من دخل في الإسلام يعني وأراد أن يهتدي عندما يجد أن كل حرام حرام حرام، إذا بتضحك حرام، إذا بتلبس حرام، إذا أبصر شو بتعمل حرام، ممنوع، تسحب، إذا النار، إذا بتقول كلمة عشان تبت، لا يا عمي لا مش إيدي مش نص يدي. الله أكبر. الله ما نصب لنا شبكة تقع فيها اسم الدين. إذا أنت فتت عليكم خلاص، إذا مشكلة. لا تحيا حياتك، لا تستمتع في الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أنزل العباد؟ من الذي يحرم؟ استفهام ان كان ويستنكر ما تحرم الا ما حرمه الله، وهي نوادر قليله معروفه ما في حاجه لفلسفات ايها الاخوه. وكما قال العلماء اصلا من اصول الفقه في قاعده الذهبيه يشتغلون عليها، قال: الاصل في الامور الاباحه، اصل كله مباح كله حلال، ما لم يرد نص شرعي أصل الأمور حلال.
جهة الإنسان وفطرته، لإحترام حيونة الإنسان كل التشريعات التي نزلت لتحرم فقط من أجل ثلاثة أمور. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رأى بالفقه كل كتب الفقه، أصل الفقه الإسلامي كله لخدمة ثلاثة استخدمناها هي كلها تتعلق فيك أيها الإنسان، أنك أنت أقدس ما خلق الله. قال جاء بالتشريعات للحفاظ على ثلاثة أمور، الإنسان روحه يعني نفسه ماله وعرضه، كل تشريعات الإسلام الأسرة تفصيلا وجملة تجدها مسخرة لخدمة هذه الثلاثة أبدا. نفسك تحفظ، مالك يحفظ، وعرضك يحفظ بتشريعات، لكن لما يحفظ الدين مقلوبا بسوط عشت والله بتصير انت معقد، بتصير انت تمشي وتحكي مع حالك، بتصير عندك وسواس خناس بسبب الفهم المغلوب لتشريعات الله سبحانه وتعالى. دين هوين، وما جعل عليكم في الدين من حرج ابدا، الامر سهل بمتناول الايدي، لا يكلف الله نفسا وسعها، يعني منطق المحال ان ينزل الله عز وجل علينا ما لا تطيقه النفوس وهو يقول لا يكلف الله نفسا وسعها، ما مش مقبول ابدا. عكس دين الفطره، دين الحب، دين المحبه، دين الاقبال على الدنيا وزينتها، ان تفرح وان تعيش حياتك هادئا مطمئنا، لا تعتدي ولا يعتدي عليك، لا تقتل ولا تقتل، لا تلف في اعراض الناس، لا تلف في سمعه الاخرين، مالك محفوظ، نفسك محفوظه. هذا الاصل ليهنأ الانسان على هذا الكوكب الارضي، لا ظلم، لا اعتداء، لا سرقه، لا اعتداء لا على مال ولا على عرض وعلى نفس حتى لا تضيع الانسان. كذا تعيش انت حياه مطمئنه في هذا الكوكب اللي هو ما هو الا عباره عن قطره توصلنا الى النعيم باذن الله. شوف صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ثلاث انواع من الناس النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيه ولا ينظر اليه، ما في حد ذاته يا الله ما اصحب هذا العمل. تصور تخيل انت بالامثال الواضح المقال كما قال، انت صاحبك بيحكي معك بيجي انت بتطلع شعرك بتقول لك نفسك كيف بشعر؟ احتقار يفور شيء يعني طبعا يوم تكون هون عليه تلك العمليه يعني في التشاعر. الله يوم القيامة له المثل الأعلى في فئة من الناس ولا يقبل إجماعهم ولا ينظر إليهم يعني عين الرحمة ولا يغفر لهم ولا يزكيهم يعني لا تطهرهم من ذنوبهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه كان يرجو التزكية، اللهم آت نفوسنا تقواها شعبا زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذا النبي كان يسأل الله تزكية النفس، شو لازم نسوي؟ نفوسنا ما شاء الله، شو لازم نعمل؟ الله أكبر. ما هي الثلاثة يا رسول الله؟ اسمع حتى لا تكون واحدا منهم. احذر. قال الأول المنان. المنان، شوف المفارقة الآن. المنان بأي التعريف اسم من أسمائه. الله يحق له ان يمن عليك، لانه يعطيك من غير ما مقابل، هذا تفضلا تكرما. انت اذا بتعطي من اجل ان تمن على الاخرين او من اجل ان يذكرك الناس، عندك مشكله، عندك مشكله. ليه؟ لانه كما اعطى الله من غير مقابل يجب ان تعطي انت من غير ايه؟ مع ان الله هو الخالق وهو المبتدئ وهو المعين، انت لست كذلك.
لكن لما تحاول أن تعطي من غير مقابل كأنك تتقرب، قل يا رب رغم ضعفي رغم فقري رغم جهلي أعطي كما تعطي أنت فاقبلني فيقبل. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول ولو تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف أتبع الأذى للمن، لأن المن هو في حقيقته لون من ألوان الأذى. أعطي من أجل الله فقط، لا ليقال، إن قيل فليقل، لكن ما تكون نيتي أن يقال. لا، الأصل أن أعطي من أجل الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه يقول من أعطى لله وأمسك لله وأحب لله وأبغض لله ووصل لله وقطع لله قيل له ادخل الجنة من أي أبواب شئت. يا سلام، شو بدنا نسميه؟ ترفع، ترفع يعني فلتكن همتك عند السماء فوق الغيب، لا تكن متعلقا بسفاسف الأمور، لا تنزل، لا تهبط بمستواك أبدا، لا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الجود تأتي المكارم، كن هماما، كن ذا همة عالية سامية، لا تنظر إلى الدون من الأمور، سامع، اعفو، اقفز، ادعو صفحات، وخلي أمرك بابتدائه وانتهائه بيد الله. جرب يا أخي، جرب تهنأ والله. إذا المن لا في إشارة ولا في عبارة، مش تعطي ويعلم الشرف والبركة إنك أعطيت، والعطاء لا يقتصر يا جماعة على المال، والمال أبدا أبدا، كلمة طيبة، تشجيع، ابتسامة، نظرة حانية، مصافحة، تقوية، قد تحيي إنسانا أيها الإخوة بلمسة. في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما في شخصية أبدا أبدا مثله، سبحان الله، شوف كيف بيصور الفهم، الدين الحقيقي، قال اللمسة، قال من وضع يده على عيش الصورة الفنية الرائعة يرسمها لنا عليه الصلاة والسلام. قال من وضع رأسه على من وضع يده على رأس يتيم ترفقا بحاله فإن له في كل شعرة مست يده حسنة وحطت عنه خطيئة ورفع درجة، تلك الدرجة كما بين السماء والأرض. مسح خفيفا من اجل الله ترفقا بحال يتيم. شوفوا القصه، والله يعني اعظم من هيك دين؟ لو وجدت اقرب واعظم دين هذا دين لاخترت غيره، من اجل الانسان. الامر الثاني الملفق، وان يلفق بدنا نعيشها شوي. قيل من ملفق يا رسول الله في حديث؟ قال الذي يغير معالم الارض. حدود تخطف انت وجارك على متر او نص متر، انت واخوتك انت والورثه، هي لي هذيك لك، ولعت الحرب العالميه الثالثه، تقطعت الارهاب، طرقت ابواب المحاكم سنوات تمتدها سنوات. اليس كذلك واقعنا ابدا؟ حروب طاحنه لتغيير معالم الارض. اسمع وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي في الحديث كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل اخوان اثنين تقاسما ارضهم وعلى خطر، ثم بنيا جدارا بينهم. صور كالعاده اليوم بين الاخوه، مش بس صور مع شبك شوك. لا اله الا الله، طبعا طبعا كما قلت كثيرا، انا مرات لما اشوف اربع خمس اخوه مجتمعين تتفاجئ بيحبوا بعض، يعني
غريب عجيب انه اخوه بعد انك ابو بعض. سبحان الله. قال فانجرف السور. امطرت الدنيا فجاء جرف هدم السور الجدار يعني. فاراد الكبير ان يجور على اخيه الاصغر. بدون لما اجوا بابن السور هون بدون ازاله. في دماء تسفك وسفك شيك على شغلات دافئة. فأراد الكبير أن يجور على أخيه فتصارع. فهم الكبير بضرب أخيه. اسمع شو صار. فأنطق الله لبنة من أحجار ذلك الجدار. لبنة حجر بناء. عجب. فقال الحجر إلى ما تقاتلا وأنتما أخوان. اسمع قصتي. وهما مذهولين. حجر ينطق. اسمع قصتي. إلى ما تقاتلا. لقد كنت ملكا من ملوك بني إسرائيل كان الشرق والغرب لي. ثم مت فصرت ترابا. فجاء جرف فجرفني فجاء جصاص فجبلني وجعلني حجر بناء. ثم يا ثاني يا زائل يا وهم يا انا من انا. انا وهم يجل عن الحقيقه وصفه وشراب ظمآن يراه الحائر. ما الخلق في التمثال الا كثلجه وانت بها الماء الذي هو نافع. سطور خيال والحروف أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله صلي وسلم مبارك على الحبيب المصطفى رسول الله وعلى الآل والصحب ومن والاه منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم أن نلقاه. الثالث يا رسول الله. قال النوع الثالث بعد الاول المنان والثاني الملفق المزور. الثالث قال المسك الازاره متكبرا. طبعا المسك الازاره يا اخوه كنايه هذه صوره. العرب كانت في الزمن السابق بالكاد تجد ما تاكل وما تلبس. الفقر كان منتشرا، قلة من المجتمع من كان يجد ما يلبسه أو يستر عورته. فالغني المتكبر كان يلبس ثوبا ثم يجره خلفه الخيلاء. هذا الكبر الله يبغضه. في حديث شريف قدسي يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحدة منهما قصدته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عفنا واعف عنا، توفنا وانت راض عنا، فرج كربنا، يسر امرنا، احقن دماءنا، وحد صف المسلمين يا كريم. اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وانت يا مؤذن واقم الصلاه.